عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام إلى حديثنا للصحافة لهذا اليوم، نبدأه من صحيفة نيويورك تايمز التي نشرت مقالا بعنوان إن انتصر الأسد سيبيد السنة. قالت فيه إنه إذا سمح للأسد بالانتصار في هذا الصراع فإنه سيعيد فرض نظامه الاستبدادي، وإن قواته ستعمد إلى إبادة بقية المتمردين السنة الذين يشكلون غالبية المعارضة، وبالتالي استمرار تأجج الأحقاد في البلاد. وأشارت إلى أن التهديد باستخدام القوة ضد النظام السوري العام الماضي أجبر الأسد على التخلص من ترسانته الكيميائية، وأضافت إن أي حل دبلوماسي للأزمة السورية يتطلب استخدام القوة للضغط على نظام الرئيس السوري بشار الأسد، فمفاوضات جنيف 2 بين النظام والمعارضة باءت بالفشل وكانت مجرد مضيعة للوقت. من جانبها قالت واشنطن تايمز إن حربا بالوكالة بين إيران والسعودية تدور رحاها على الأراضي السورية، مضيفة أن تلك الحرب المستعرة في سوريا منذ حوالي 3 سنوات والتي أسفرت عن مقتل وإصابة مئات الآلاف وتشريد الملايين من شأنها التسبب في زعزعة استقرار المنطقة برمتها. وأوضحت الصحيفة أن قادة الحرس الجمهوري الإيراني يقدمون الدعم والمشورة الاستراتيجية لقوات الأسد، مما يعزز من موقفه في البلاد بعد أن كانت هزيمته أمراً شبه محقق ومسألة وقت لا أكثر. ننتقل الآن إلى صحيفة الواشنطن بوست التي نشرت فيديو مصور يظهر 2 ممن يقال أنهم عبادة الشيطان يقاتلون في سوريا. وقالت الصحيفة أن المرتزقين ظهرا وهما يحملان بندقيتي كلاشينكوف ويطلقان منها الرصاص وهما متواريان خلف جدار نصف مهدم من البلوك، مؤكدين أنهما على الخطوط الأمامية في سوريا. وتبدو على وجهي الشخصين وتصرفاتهما علامات الإجرام والانحراف، وهو ما أكدته تقارير إعلامية قالت إن أحدهما ينتمي لعصابة أمريكية تنشط في جنوب ولاية كاليفورنيا ولها علاقات وثيقة بالمافيا المكسيكية، بينما ينتسب الآخر لعصابة أرمنية متطرفة. أما الشخص الذي قدم نفسه في المقطع باسم كريبر فهو ينتمي إلى العصابة الأمريكية، في حين أن المرتزق الثاني الذي قدم نفسه باسم وينو ينتمي إلى عصابة ويست سايد أرمينيان فور الأرمينية. ويفتخر وينو على صفحته الشخصية التي زارتها زمان الوصل بأنه يحيا حياة الشبيحة ويقاتل في صفوفهم، حتى أن له صورا بزي ميليشيا حزب الله وأخرى بزي جيش النظام. ولا يعلق وينو على صفحته سوى باللغة الإنجليزية مستخدما مصطلحات سوقية ونابية. أواصل معكم مشاهدينا حديث الصحافة، وننتقل الآن إلى صحيفة العرب اللندنية حيث كتب فاروق يوسف مقالا بعنوان إرهاق الدب الروسي. قال فيه كان من المتوقع أن يسعى الغرب إلى الثأر من روسيا التي منعته من الاستيلاء على سوريا. سيكون من السذاجة القول إن روسيا لم تكن تنتظر انتقاما غربيا، لا بسبب سوريا وحدها بل بسبب كل ما فعله الرئيس الروسي بوتين من أجل إعادة بلاده إلى الواجهة وإنهاء الحقبة التاريخية البغيضة التي تميزت بهيمنة القطب الواحد ممثلا في الولايات المتحدة التي صارت تتزعم العالم الغربي في مواجهة الآخرين، بل وفرض خياراتها السياسية والعسكرية على القارة الأوروبية نفسها. لقد نجح بوتين في اختراق الجمود السياسي الذي عاشه العالم إبان حقبة تفردت فيها الولايات المتحدة بالقرار. بالنسبة للروس كان ضروريا أن يعاد إنتاج الاتحاد السوفيتي، لكن في سياق تاريخي متغير يأخذ في الاعتبار ما شهدته الجمهوريات المستقلة من تحولات بعضها كان ديمقراطيا خلال ربع القرن الماضي. لم تكن إعادة ضم تلك الجمهوريات في كيان سياسي واحد فكرة واردة، فهي فكرة ليست عملية بل وثقيلة الوطأة على روسيا نفسها. غير أن الاتفاقيات الثنائية التي أبرمتها روسيا مع تلك الدول المستقلة كانت كفيلة بإحياء حلم التكامل الاقتصادي، بما يمهد لبناء قاعدة من شأنها أن تكون أساساً للتكامل السياسي. هل توقع الغرب أن تقف روسيا مكتوفة الأيدي وهي ترى جزءاً من رصيدها المستقبلي يقتطع منها لينضم بيسر انقلابي إلى الغرب؟
ما نعرفه من معلومات عن الأهمية الاستراتيجية التي تشكلها أوكرانيا بالنسبة لروسيا يعرف الغرب أضعافها. ما كان مؤكداً أن روسيا لن تسكت على عدوان يجري على أراض تعتبرها جزءاً من نصيبها التاريخي والجغرافي. لن يكون من السهل القفز على حقيقة أن شبه جزيرة القرم وهي مركز الثروة في أوكرانيا هي منطقة ذات غالبية روسية، لذلك سيكون انفصالها عن أوكرانيا نوعاً طبيعياً من رد الفعل. من غير حرب بالإمكان إعادة ذلك الجزء إلى روسيا وليذهب الجزء الغربي بفقره إلى الاتحاد الأوروبي. هل كانت مغامرة الغرب في أوكرانيا غير محسوبة النتائج؟ هناك كما أرى لعب بمصائر الشعوب من أجل تحقيق انتصارات وهمية، فروسيا التي صارت ترى الأعداء واقفين عند بابها سيكون متوقعا منها من وجهة نظر الغرب أن تتنازل له عن الملف السوري، غير أن شيئا من هذا القبيل لن يقع على الأقل أثناء ولاية الرئيس بوتين. ننتقل الآن إلى صحيفة المدن حيث كتب ميشيل كيلو مقالا بعنوان بين سوريا وأوكرانيا، قال فيه: تصلح أحداث أوكرانيا كمقياس لقوة روسيا وللحدود المفروضة عليها، ذاتية كانت هذه الحدود أم موضوعية، دولية أم محلية. هناك إلى يومنا من يعتقد أن روسيا قوية إلى درجة تمكنها من إدارة أزمة أمريكا الضعيفة والفاترة الهمة التي قررت الانسحاب من العالم وفككت دورها في الشرق الأوسط عامة وسوريا خاصة، وجلست تتفرج مكتوفة الأيدي على الروس وهم يحصدون ثمار قوتهم غير القابلة للتحدي. هذه النظرة الخاطئة سادت خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة وغطت كل ما له علاقة بسياسة واشنطن الخارجية التي قال كثير من نقادها إنها غارقة في حالة من الضعف المزري تجبرها على الانسحاب من العالم عامة والعالم العربي بصورة خاصة، وعلى ترك روسيا تفعل ما تريد بما في ذلك تهميش سياساتها ونفوذها في منطقة تعج بآبار النفط وأمواله وبالأزمات المتفجرة. بهذه النظرة إلى قوة روسيا وضعف أمريكا تم تفسير ما يجري في سوريا، وصدرت أحكام نهائية تقول إن أمريكا تنهار وروسيا الصاعدة هي التي تتحكم بالشؤون والمصالح الدولية. أثار الموقف الأمريكي البلبلة وخيبة الأمل في عالمنا العربي وعند السوريين، وتساءل المهتمون بمصير بلادهم من ثوريين ومقاومين عما قد يفسر الفارق الصارخ بين موقف البيت الأبيض في أوكرانيا وموقفه في سوريا. وقد طرح هذا السؤال طرح نفسه بقوة بعد أن انكشفت الحقيقة وتأكد القوم أن أمريكا لم تنسحب من العالم وليست عازفة عن التدخل في شؤونه وقضاياه من أكبرها إلى أصغرها. يكمن الجواب على هذا السؤال في واقعة إن سياسات واشنطن تقوم على استغلال الحدث السوري لتصفية حسابات دولية وإقليمية ومحلية تتخطى الحالة السورية، تشمل روسيا وإيران وعملاءهما، ولإقامة أوضاع جديدة تضمن أمن إسرائيل وتفوقها لفترة جد طويلة، وترسي بنية استراتيجية في المنطقة العربية تضبط أوضاعها عبر إبقائها على حافة حال من الفوضى غير الخلاقة يرجح أن تعقب مرحلة الفوضى الخلاقة الراهنة التي بدأت إدارة بوش العمل على إقامتها بكل وضوح عقب غزو العراق، وترعاها وتواصل إقامتها وتفيد منها اليوم إدارة باراك أوباما الضعيفة والمنسحبة من العالم. تكسب أمريكا بفضل ترددها عندنا وإقدامها عند غيرنا، وفي الحالتين تنبع سياساتها من حسابات سياسية واستراتيجية دقيقة ولا تنبع من ضعفها وقوة روسيا المزعومة. هل نستطيع دفع واشنطن إلى تبني خيار أوكراني عندنا؟ جوابي هو نعم، إن نحن رتبنا أمورنا بطريقة تقيد قدرة البيت الأبيض على استغلال تضحياتنا في سبيل حريتنا من أجل خدمة مصالحه. عندئذ سيفكر بطريقة أخرى للتعامل مع قضيتنا كي لا يخسر كل شيء أو كي يربح ما نمكنه نحن من ربحه. هل نعي هذه المسألة الحاسمة ونعمل لامتلاك الوسائل الملائمة لتحقيقها؟ فنتغير نحن وتتغير سياسات واشنطن عندنا حتى تصير أوكرانية ونص.
حديث الصحافة مستمر معكم، وننتقل الآن إلى صحيفة الشرق الأوسط، حيث نشرت مقال لديانا مقلد بعنوان صورة الثورة في سنتها الثالثة. قالت فيه: إذا انتقينا عشوائيا بعض من الصور الواردة إلينا من سوريا في الأيام الماضية، فإن وقائع ثلاثا ستعلق في الذاكرة. مشهد آلاف المحاصرين بين الأنقاض في مخيم اليرموك، والذين خرجوا يستجدون حياتهم المهددة بموت بطيء. الثاني هو فيديو لطفلة جريحة باكية تناشد من يضمد دماءها النازفة ألا ينزع عنها زيها الجديد الذي تشبع بدمائها. والصورة الثالثة بثها إعلام النظام السوري والإعلام الموالي له لجرافة ترفع جثث عشرات من الأشخاص، قيل أنهم مقاتلون سقطوا في كمين. وهذا التمرين هو أشبه بجلد يومي للنفس، نجد أنفسنا عاجزين عن مقاومته، فبتنا كالمدمن الذي تكفيه جرعة صغيرة في البداية، لكنه مع تفاقم حاله لم يعد يتأثر مهما ضاعف الجرعات. لكن ما الذي تغير جراء مشاهدتنا لتلك الصور ومعرفتنا بالوقائع المحيطة بها؟ لا شيء تماما، كما كان الحال قبل 3 سنوات. ها هم السوريون يقتربون من الذكرى الثالثة لثورتهم التي استحالت كابوسا جاوز فيه العنف المطلق السراح كل التوقعات. نعم، لقد نجح الجميع في جعل الموت السوري سهلا وبلا ثمن، ويكاد يكون بلا أثر. إنها الذكرى الثالثة، ولعل في تكرار المواعيد والذكريات رتابة ومللا تسلل إلى كل ما له علاقة بالألم السوري، ما أضعف المعنى والعبرة التي يفترض أن نستنبطها من مثل هكذا محطات. لست في وارد نقاش الخسائر الفادحة التي ألمت بحراك السوريين جراء آلاف الصور، إما المفبركة وإما تلك التي تصور فظائع يقدم عليها من يفترض أنهم معارضون. بعد 3 سنوات وبعد ملايين الصور، لا مفر من العودة إلى لب الأزمة. كيف ترك العالم السوريين يموتون على هذا النحو؟ بعد 3 سنوات نجح النظام في جعل البلاد قاعا صفصفا، نظام ليس أكثر من عصابة قتلة بطائرات وسلاح ثقيل وغازات سامة، ومعارضة لا كيان واضحا لها ولا مستقبل، وعصابات جانحة تزداد جنونا ودموية. الرابح الوحيد هو ذلك الموت والبؤس المصور، لكن المشكلة أن كلا الطرفين بات عاجزا عن استثمار صورة الألم والموت هذا. لا نعرف كم هو تماما عدد الضحايا وإلى أي حدود سيرتفع في الغد، لكننا سنبقى أسر السؤال الأول: من المسؤول عن كل هذا القتل والموت؟ أواصل معكم مشاهدينا حديث الصحافة، وننتقل الآن إلى موقع أورينت نيوز، حيث نشر مقالة لجورج كونان بعنوان روسيا تواجه ثورتين والثالثة قادمة. قال فيه: أعادت روسيا تماسك اقتصادها ومجتمعها، وبعثت روحها القومية التي وصلت للحضيض بعد فقدانها لإمبراطوريتها عقب انهيار الاتحاد السوفيتي الذي استمر بالتمدد بغطاء أممي أخفى نزعة قومية توسعية تعيد إحياءها حاليا القيصرية البوتينية في مواجهة دول شرق أوروبا والقوقاز المتجهة غربا. بعد معاناتها الطويلة في سجن الشعوب الروسي، لم تمح من مخيلة شعوبها بعد بحثا عن فرصتها للمزيد من الديمقراطية والتقدم والتنمية والأمن خارج الهيمنة الروسية. ولكن إلى أي مدى نهضت روسيا؟ بالتأكيد ليس إلى حد عودتها دولة عظمى كما أثناء الحرب الباردة، لكن روسيا قبلت في عهد القيصر بوتين الممتد منذ 14 عاما، قبلت بتحفظ وامتعاض توسع حلف الناتو في القوقاز وشرق أوروبا ليضم معظم دول حلف وارسو المنهار، مما ترك روسيا خارج الحلف شبه معزولة. لكنها اعترضت بقوة على مشروع ضم جورجيا وأوكرانيا، فتدخلت عسكريا في جورجيا عام 2008، وهي الآن أمام احتمالات اضطرارها لإرسال قواتها لإعادة سيطرتها على أوكرانيا بعد أن أسقطت الانتفاضة الشعبية الحكومة الأوكرانية الموالية لها. روسيا بوتين لن تترك أوكرانيا تذهب في حالها،
هي الآن بين خيار التدخل العسكري المباشر وبين الاعتماد على أنصارها من القوميين الروس، حوالي 20% من سكانها 46 مليونا الذين بدأوا التحرك المسلح في القرم أو الوسيلتين في نفس الوقت. ولا يستبعد تطور الصراع يستبعد أن يؤدي لانقسام أوكرانيا، فروسيا لا تبدي حرصا على وحدتها لمصلحتها الكبيرة فيها الاقتصادية والعسكرية خاصة. روسيا الآن تصارع على جبهتين، ففي سوريا نجحت في الحفاظ على النظام الاستبدادي السوري حتى الآن، إلا أنها خسرت سمعتها العالمية حيث أدينت كدولة تدعم أبشع الأنظمة المتوحشة في عالم اليوم. ولا أرى أنها تستطيع تقديم تنازلات حقيقية في سوريا مقابل تمرير إرجاع هيمنتها على أوكرانيا. فكما أن أوكرانيا أهم لديها من سوريا، فإن أوكرانيا نفسها أكثر أهمية للغرب أيضا من سوريا، لذلك ستستمر في محاولة عدم الخسارة النهائية في كل منهما. هل سيتعظ قيصر روسيا وقادتها المشحونون بالحماس القومي والعسكري؟ هل سيتعظون بدروس التاريخ والوقائع العنيدة؟ أم سيأخذون روسيا لصراعات كارثية من أجل روح قومية إمبراطورية متوهمة؟ ننتقل الآن مشاهدينا الكرام إلى جريدة عنب بلدي، حيث كتبت حنين النقري مقالا بعنوان وللحرية الحمراء سقف أيضا. قالت فيه: لجميع الشعوب الحق الأكيد في الثورة على الظالم كمبدأ، ولكل إنسان الحق في نيل الحرية وممارستها، لكن ثمة فوارق بسيطة جدا يجدر بنا إدراكها لألا تشير الأصابع باستهزاء إلى الحرية التي طالبنا بها وتحملها مغبة أخطائنا الفردية والجماعية. ما يجب أن ندركه جميعا أن للحرية مجالا محددا بحدين أعلى وأدنى، فدونه القمع والظلم والكبت، وفوقه التعدي والإفراط وظلم الغير أيضا. ولا يمكن بحال من الأحوال أن يعيش مجتمع بشكل صحي ومتوازن إلى ضمن هذا المجال، لا إفراط ولا تفريط، لا تهاون بالحقوق ولا تعد على حقوق الغير. يشبه الأمر تماما نظرية الأواني المستطرقة، ففي الحالة الطبيعية يكون منسوب الماء الحرية، في مثالنا يكون المنسوب متوازنا ومتساويا بين أبناء الشعب، لكن فقدان هذا التوازن والوعي يعني أن يتمتع طرف ما بفائض الحرية تجعله يسحق طرفا آخر. الظالم والمظلوم كلاهما خارج نطاق الحرية الطبيعي، كشعب رضخ طويلا لحكم جائر ربما كان أكبر أهدافنا إسقاط النظام الذي لم يعطنا الحد الأدنى من الحرية كبشر ولم يسمح لنا بنيلها، لكننا اليوم بأمس الحاجة لنعي بأن الحد الأعلى لحريتنا بأهمية الحد الأدنى تماما. لا تعني الحرية أن تتصرف دون قيود على الإطلاق، لكنها أن تكون حرا باختيار ما تريد دون التعدي على حق غيرك بالاختيار. ما نمر به حاليا من اضطراب في المفاهيم والتطبيق أمر طبيعي، يذكرني هذا بقول الشاعر تميم البرغوثي: يا أمتي ارتبكي إنه أمر طبيعي، وقومي إنه أمر طبيعي كذلك. المهم هو الوعي واليقظة التي نوليها لتصرفاتنا وحدودنا، ومحاولتنا لنشر هذا الفكر في المناطق التي يسودها حوار الرصاص قبل العقل. وحدها شريعة الغاب، تلك التي تكون فيها حريتك بمقدار قوتك. نصل معكم مشاهدين إلى آخر مقالاتنا لهذه الحلقة. ننتقل الآن إلى جريدة العهد التي نشرت مقالا لفداء الدين السيد بعنوان دور المرأة السورية في رسم سوريا المستقبل. قالت فيه: أما المرأة فحدث عن دورها المهم في بناء الأجيال وتعمير الأمم وتشييد حضارات راقية تسعى إلى خير الوطن والمواطن من خلال التضحية والفداء والتعليم والتأديب والمداومة على التربية والتحصين وقيادة المجتمع على المستويات كلها. وليست نساء ألمانيا واليابان عنا ببعيد، حيث قام الحلفاء بتدمير اليابان من خلال إلقاء القنابل النووية، حيث رفضت الأخيرة تنفيذ بنود مؤتمر بوتسدام وتدمرت اليابان.
وقتل أكثر من 200,000 مواطن ياباني، واستسلمت اليابان كليا لقوة الحلفاء، وانتهت بالمزامنة مع استسلام ألمانيا في الحرب العالمية الثانية، وفقد كثير من الألمان واليابانيين الأمل في بناء ما تم تدميره على المستوى البنياني والإنساني والاقتصادي والسياسي. وما استطاع بعض منهم نسيان الكم الهائل من الخسائر البشرية وسقوط الدولة، فكان الانتحار سبيل كثيرين للتخلص من هذا الواقع الفظ. إلا أن العزيمة والإرادة كانت تملأ نفوسا متعبة كثيرة، فسعت بحيوية وصلابة لإعادة البناء يدا بيد، وتعود نهضة هذين البلدين إلى عوامل مهمة ومختلفة عدة، من مثل الاعتناء بالمنظومة التعليمية والاقتصادية والبشرية، إلى أن دور المرأة في نهج التقدم كان بارزا وواضحا لكل ذي عين بصيرة، حيث قادت النساء في ألمانيا واليابان نهضة إعمار بلادهن من خلال تحمل الجوع لأكثر من 3 سنوات، وحمل الأحجار والحديد على أكتافهن، وإعادة تشييد المصانع، وإنتاج جيل يحمل صفات الجدية والأمل، ولا ينظر إلى الماضي سوى ليتعلم ويتدبر. والآن تحتل ألمانيا واليابان المراكز الاقتصادية الأقوى في العالم، بفضل مجموعة من الأمهات المكلومات بموت أزواجهن وأطفالهن، حيث قهرن الفشل وقدحن زناد الجد والاجتهاد، وصرن أيقونة الإعمار بعد الدمار. اليوم أيضا تضرب نساء سوريا مثالا رائعا في إشعال بريق الأمل في نفوس أبناء الشعب السوري الحر، من خلال المشاركة في تقديم نماذج الصمود والإيمان الراسخ لمستقبل وطن يئن وشعب يتألم. لقد قهرت نسوة الثورة والحق في سوريا نظاما لا يتورع عن اعتقالهن والتنكيل بهن، نتيجة مشاركتهن الفعالة في الثورة السورية المباركة، والتي شكلت حاضنة غير اعتيادية لمبادئ الثورة والمصابرة والتضحية، فرأيناها في التظاهرات منتفضة متمردة، وشهدنا صمودها وهي معتقلة في أقبية المخابرات، وأبصرناها وهي ترفع الأكف داعية ساهرة تنتظر عودة زوجها المجاهد وابنها المرابط، كما ألف الجميع حضورها الإيجابية في المحافل جميعها، فوجدناها حاضرة داخل المدن المحاصرة بثبات ومثابرة، وداخل المخيمات صابرة مصطبرة، وناشطة حقوقية لا تكلم ولا تمل، وإعلامية ذكية تنقل الحقيقة. وتستمر مسيرة الثورة وتمتد في الآفاق تطلعات الشعب السوري بمكوناته كلها، وستنتهي هذه المعركة بانتصار الأمة على الجلاد والدم الحر على براميل الفتك وصوت الحق على صوت الباطل، وهناك ستبدأ المرحلة الأهم في بناء الديار والتغلب على ما خلفته آلة القتل والدمار، من خلال التكاتف والوحدة وحمل قناديل الأمل والنهضة. ولن يكون أحد أقدر من المرأة في بث هذه الروح وتبني مشروع النهضة تخطيطا وتدبيرا وتنظيرا وقولا وفعلا واستنهاضا للهمم وإبداعا، وهذا يتطلب من المؤسسات والجمعيات والناشطين والعاملين في الساحة الثورية اليوم الاعتناء بواقع المرأة وعدم تغييبها عن العمل التربوي والإعلامي والسياسي والثوري، ودمجها في المشاريع التنموية وترسيخ القيم وزرع الروح الوطنية وإيجاد فرص عمل وتأمينها وكفالتها وتعليمها وتثقيفها بما ينهض بها وبأسرتها، وهذا من دون شك سيقوم بتكوين الإيمان المتين والإرادة الوثيقة لتغيير الواقع ولو كان مرا حنظلا. هي رسالة للمؤسسات الوطنية داخل إطار الثورة وقوى المعارضة والمجتمع كله باستدراك هذه المعاني في حق فتيات الثورة وأمهات المستقبل وشركاء الهم الواحد وشقائق الرجال في مشروع النهضة. فالله الله معاشر الأحرار في النساء، فتنشئة المرأة تعني تنشئة الأمة. إلى هنا مشاهدينا الكرام تنتهي جولتنا في حديث الصحافة لهذا اليوم. أشكر لكم حسن متابعتكم، ألقاكم مجددا غدا إن شاء الله، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.